مازال توقيتنا 9:16 دقيقة، مازلنا مواصلين معاكم في ساعتنا الأخرى من برايم تايم. تحية للعباد اللي تعقد بنا في الاستماع، تنجموا تتبعوا أخبارنا ضيوفنا لروبريك متاعنا كالعادة على الباج فيسبوك راديو ميد تونيزي وإلا باج برنامج برايم تايم باي راديو ميد. في الوقت هذا نمشيو للميساج أونفويي. ميساج أونفويي. برشا حكومات في حكومة، النتيجة تغرق السفينة. كلنا يتذكروا كيفاش شكلت حكومة الفخفاخ، برشا حاجات ركبت على بعضها وهي أصلا ما تركبش، شعب مع نهضة، تيار مع تحية، وزيدهم من فوق الفخفاخ الرجل صاحب الرأس الصحيح والتوجه الاقتصادي الاجتماعي والفاقد لأي دعم شعبي أو حزبي كان. وضع غير مسبوق على مستوى رئاسة الحكومة، لا شفناه مع جبالي والعرايض، لا عاشوا المهدي جمعة، وحتى حبيب الصيد ما عرفوش، وبطبيعة رئيس الحكومة السابق وضعيته كانت أرتح برشا. مشهد مجزأ ساهمت فيه نتائج الانتخابات اللي قررت انه حتى حد ما يحكم وحده، نتائج قراتها الأحزاب بطريقة أخرى انها تحكم في أكثر ما تنجم وبأكبر حجم ممكن، الشيء اللي خلى الفخفاخ رئيس حكومة الحكومات، حكومة النهضة، حكومة التيار، حكومة الشعب، وشوية حكومات أخرين صغرونات متاع وزير ولا زوز. كل حكومة بمرور الزمن قاعدة تتقلب روحها وبقرارها، خطابها في جهة وخطاب بقية الحكومات في جهة أخرى، كل وزارة في شكل حكومة، وكل حكومة عندها مشاريعها وخطتها الاتصالية على روحها. نجم في اليوم نفسه تسمع زوز وزراء يعطيه زوز مواقف متضادة على المسألة الواحدة، كما تنجم تشوف وتسمع قيادات ونواب متاع أحزاب مشكلة الائتلاف الحاكم خطابها يفوت خطاب المعارضة. لخبطة وعدم تنسيق وبرشة هواية تسيرية عطاتنا إلى حد الآن حكومة مكبلة، باش ما نقولش عاجزة، حكومة تغرق في كاس ماء، حكومة باش تكون عاجزة إذا وصل وإذا واصلت على هذا المنوال حتى على إطفاء حريق صغير اسمه الفريق الحكومي. وعمل الفريق يكون غايته الربح، والربح ما يكون كان بالعمل الجماعي، وعمل الفريق مربوط بكوتش قادر وسياسة تسييرية ناجعة وناجحة وخطة تكتيكية كما يقول المصراوي ما تخرش المية. نفهموا ظروف التشكيل كيفاش كانت، نفهموا المرور بحاجز الكورونا، لكن الحساب باش يبدأ من اختبار الكامور. امتحان البقاء هو النجاح في الكامور والخروج منه بأخف الأضرار. الحكم يحب ناس قادرة مش هادرة، الحكم يحب رجال ونساء ما تهابش وتمشي للاخر بوصلتها مصلحة تونس وشعبها، اما كان برشا يحبوا يحكموا نتيجة باش تكون الغرق، كما تعرفوا تكثر رياس كاملوا وحدكم. شكرا لك، بارك الله فيك.